اعتقال النساء ممارسة اعتادت عليها سلطات آل خليفة الحاكمة في البحرين ومنذ اندلاع ثورة 14 من فبراير عام 2011، حيث شهدت الساحات حضورا نسويا لم يكن له مثيلا عبر تاريخ دول الخليج. الخليفيون الذين تجردوا من كافة القيم الإنسانية والدينية سخروا مرتزقتهم المستوردين من عديمي الأخلاق والشرف لينتهكوا حرمة حرائر البحرين في المنازل وفي الشوارع وداخل المعتقلات. لا استحلى تطلق على النسوان، طلقني وضربني على يدي. ضربني؟ فأنا كان لحد نتنفس. دخلت المعتقلات الخليفية إثر ذلك عشرات البحرانيات طوال السنوات الست الماضية، ومنهن من أطلق سراحهن، فيما لا يزال ولحد اليوم 12 بحرانية قيد الاعتقال، وكانت آخرهن معتقلات الدراز إيمان علي وفاطمة علي، وسبقتهن مدينة علي التي اختفت أخبارها منذ شهر مايو الماضي بعد أن اختطفها مرتزقة خليفيون من داخل سيارتها أثناء توجهها للعمل بعد أن أشهروا أسلحتهم في وجهها. المعتقلات انضممن إلى قائمة السجينات السابقات التي تضم طيبة درويش وطيبة إسماعيل وفاتن حسين ومنى حبيب وأمير القشعمي وحميدة جمعة وهاجر منصور ونجاح الشيخ. السلطات الخليفية لا تكتفي باعتقال النسوة، بل تمعن بتعذيبهن وانتهاك كرامتهن من قبل أناس أغراب لا شرف لهم سخرهم الخليفيون لانتهاك حرمة نساء البلد، ولذا فإن الخليفيين أخس وأشد نذالة من مرتزقتهم الأجانب. لكن هذا الانتهاك للحرمات لن يزيد الشعب إلا إصرارا على الأخذ بثأره من هذه العائلة الباغية التي باعت شرفها لأسيادها في الخارج وأمعنت في انتهاك الحرمات في الداخل. لا نرتضي حركة.